الأصل عندنا والتقليد عندهم. نشوف التقرير. إذا نظرت حولك في أي مكان لابد وأن تقع عيناك على هذه الكلمة صنع في الصين. فكل شيء في حياتنا الآن أصبح صينياً الصنع، لكن الغزو الصيني الذي بدأ منذ أعوام في دول العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص بدأ مؤخراً في أخذ نهج أكثر تطور وأكثر خطورة أيضاً. فمؤخراً ظهر في الصين نسخة مقلدة من تمثال أبو الهول الفرعوني الشهير، والذي يعد أحد المعالم الرئيسية لمصر الفرعونية وأحد رموز تاريخنا المصري القديم. أبو الهول الصيني بني لكي يستخدم كأحد عوامل الجذب السياحي لبلاد النمر الأسيوي، فضلاً عن الاستفادة منه كموقعاً لتصوير الأعمال الفنية والتاريخية المختلفة. التمثال يوجد في مدينة شيغاتشوانغ الصينية، وهو مصنوع من الخرسانة عكس التمثال الأصلي المنحوت من الحجر الجيري قبل 2500 عام قبل الميلاد. يبلغ طول أبو الهول المقلد حوالي 60 متراً، بينما يصل ارتفاعه إلى 20 متراً. وكالة من الأنباء اتصلت بي وأخذت الأفكار بتاعتي، قلت لهم الآتي بيحدث. أول حاجة تم بناء وليس نحت أبو الهول بتاعك هنا في الجيزة، أبو الهول المصري منحوت. أدينا للأسف الشديد بينا بنقول أبو الهول المصري وأبو الهول الصيني، شو احنا وصلنا لإيه. لكن تم بناؤه هناك في مكان كمشروع خاص، دي على ما يبدو أنها مش الحكومة الصينية هي اللي بتبنيه، ده مشروع خاص، وهو يفكر في أن يؤجره على ما يبدو للأفلام والأفلام التسجيلية وكذا. ليه بقى على ما يبدو؟ لأن كمان بجانبه أنا وجدت مستنسخات لنخل نخيل، فهو هنا بيستنسخ منطقة الهرم الصحراء المصرية بنخيلها وكذا. وأنا بتنبأ بأنه يعيد استنساخ هضبة الهرم كلها. فأنا بقول لحضراتكم اهو، بكرة يبنوا هرم، انتظروا هرم خوفو ميد ان تشاينا. يذكر أن مصر كانت قد طالبت منذ سنوات طويلة من خلال قوانين محلية أو من خلال منظمة اليونسكو بعدم استغلال دول العالم للآثار المصرية دون الرجوع لوزارة الآثار أو الحصول على تصريح لاستغلال الداعية بالآثار، وذلك من أجل حفظ حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث الإنساني. وفي أول رد فعل مصري طلبت مصر من مندوبها الدائم في منظمة اليونسكو اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد قيام الصين ببناء تمثال شبيه بأبو الهول بشكل يشوه التمثال ويعد تعديا صريحا على صرح ثقافي إنساني. دينا صقر، البلد اليوم.